يقوموا بعملية سحب معناها بحيث أصلا تعم من الدخان. إلا أنه البرة قدام قدام القبضة فما سوق. فما سوق سيارات غريبة وكذا فهمت لله تقتني معناها يعني الحصص الكل وتحطها في سيارة. يا أخي نحن كي نعطيه رخصة الدولة كي تعطي رخصة تعطي رخصة المواطن يعني فهمت لله عائلة معوزة باش ياكل من الخبز وتكون هذيك مورد الرزق نتاع العائلة وإحنا نحبه يخدم به وحتى كي يبدأ عنده مساعدة للبيع يخدم وفي المحل نتاعو تصير مراقبته. لكن نفاجئ اليوم أنه يعني البارونات تاع شراء الدخان يعني قدام القبضة بدون لا حصيب ولا رقيب تقتني يعني كل المواد هذه فهمت لله تاع الطبخ وتحطها في السيارات نتاعها بل أنها تشهر استعمال المال مباشرة في الشارع. هذا منافي لما هو متعامل به وهذا يلزم يحبس. هذا شوف المواطن التونسي اليوم ياخذ يعني في الدخان بسعر غالي جدا يعني ب 7500 و 7800 وانا نشوف قدامي تو في التسعير. اعطيني الورقه نتاع التسعير اعطيني الورقه نتاع التسعير 4100 يعني هذا الإيجار هو عنده ربح 6% سامحني يعني الإيجار الدوله تبيع للمواطن التونسي يعني اليوم المزود ياخذ ويهز يبيع في الكشك بتاعه والدوله عطيته الرخصه باش يوفر يعني ماده الدخان للمواطنين الكل يوفر الإيجار ب 4100 الا انه الإيجار يتباع ب 7500 4100 سيد الوالي وعنده ربح 6% عنده ربح 6% الدوله تضمن له الربح نتاعو الربح نتاعو مضمون الا هامش الربح مضمون. نحب نسال انا سؤال واضح لهنا فهمتني ولا لا؟ هالعصابات هذه اللي تجي وين تدور الناس اللي تخدم في القباضه؟ نحن المطالبين به انتوما انه مول الرخصه مباشره يقوم عمل هذا يعطي ساعه ولا ساعه بالحصه بتاعه يقول لي هذا يقول لي هذا. احنا الدوله وفرت ماده الطبخ يعني بالاسعار المضبوطه اللي تحترم القدره الشرائيه نتاع المواطن التونسي. يعني لعبت دورها كامل الدوله التونسيه وفرت بلادنا باش وفرت المواطن فهمتني ولا لا بسعر يعني مقبول وسعر يعني فهمتي لله مشاع ما بين الناس الكل اللي هو كيف ما نشوف انا قدامي في الورقه اللي جار ب 4100 لكن اللي جار برا يتباع ب 7500 فهمتني يعني اموال الشعب التونسي ذهبت في جيوب هذه العصابات فهمتني هذه لن تكون الا عصابات. واحنا جينا اليوم شوف مش قلنا جينا اليوم لهنا ومن خلال مؤسسه الدوله جينا اليوم باش نعطوا رسالة طمع للشعب التونسي ونقولوا لهم هالعصابات هذه لن تمر والشعب التونسي راهو فايق بهم وراهو باش نقاوموا الناس هذوما ولن نتركهم ابدا لن نتركهم ابدا. المعاملة باهية تاعنا والرخصة اللي لازم نهيالك تخدم بها تو باهي الحمد لله. أبوك تقدر بها وتعيش بها.